البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه نسيمة ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله ثاني فلوغ جديد، غادي نديكم معايا لواحد المحل ديال المعان والديكورات. كاين في واحد البلاصه هنا قريب لينا شبيه. مهم، بغيت ندير لكم فيه فلوغ، نوريكم شحال من حاجه فيه بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا وكيبغيو شحال من حاجه زعما كاينه ديال البلاد وهذا. مهم، غادي نديكم ونوريكم شحال من حاجه. خليكم معايا وما تنساوش ديروا لايك، واللي اول مره غادي يزور القناه يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش يبقى دائما يوصل الجديد. يلا يلا نمشيو. حنا صراحه من شحال هادي وحنا باغيين ناخذوا هكا شي طابلو فيه شي ايه قرانيه ولا هكا شي طابلو تكون فيه شي حاجه اسلاميه. مهم، وبقينا كنقلبوا هادو ضبط حنا على هاد الحانوت بان لينا وصافي، قلنا غادي نمشيو ونشوفوا عنده هاد الايات القرانيه اللي عنده ومن هانيت نديرهم حتى حنا في الدار. بحال بحال هادشي تيكون صراحه زوين، يعني كتفكري فيه وكتشمي فيه ريحه البلاد، وخصوصا عاوتاني رمضان على الابواب. صراحه انا ما كرهتش صراحه، قلت احسن راجلي ندير هكا شي ديكورات يعني سبيسيال ديال رمضان، زعما تكون هكا هلال، المهم شي حاجه يعني كتبين ان هذاك الشهر راه ديال رمضان باش الدراري فهمتي حتى هما يفرحوا بهذيك الديكوراسيون ويعجبهم الحال ويتعودوا. زعما غتولي كل عام ديري لهم هذاك الشيء غادي يعرفوا ان هذاك الشهر راه رمضان، غادي يعرفوا فهمتي، غادي تدخلي لهم شحال من حاجه. ندوي لهم بعدا قلنا دابا غير بهكا ديكوراسيون صافي، ولكن ماشي هادشي علاش غادي اليوم. دابا حنا غادي اليوم غير على قبل الايات القرانيه صافي، غادي نمشيو نشوفوهم وغادي نديوكم معايا ان شاء الله ونوريكم كاع داكشي اللي كاين تما، معان ديكورات كاع داكشي. مهم، خليكم معايا. هانتوما البنات، هذا هو الحانوت من برا، حنا باقي ما دخلناش. ها هما هذوك لي طابلو، هانتوما يلا غادي ندخلو ونشوفو المحام الداخل. هاد المحل ديجا جايباكم معايا بالنسبه للناس القدام، حيت كنت واحد المره باغي ناخذ زربيه وكنت جيت ليه. انتم البنات، ها هما الايات القرانيه اللي عنده. هذوك اللي لتحت صغار دير لهم 30 اورو، واللي الفوق فيهم 1 متر في الطول دير لهم 50 اورو. البنات البرارد عجبوني، زوين. هذا داير 50 اورو، هذا كبر منه شويه داير 60 اورو. هذا البرارد اللي ولاو دابا كيبين بحال هكا داير 40 اورو، 30 يعني 40. هذه حتى هي بحال ديال مايك، وحده دايره 7 اورو 90. هانتوما من بعد باش يبان لكم ديكور مزيان. كاينين هاد المبيخرات حتى همايا زوينين، ما عرفتش الثمن ديالهم ما كاتبش. هانتوما عرفتني هاد الديكور ديال محمد ولا الله بدري ليه 20 اورو. شوف هاد المريشات زوينين ب 5 اورو، زوينين كاين غاليين شويه. هاد ثاني عجبني، هذا زوين بالغطا ديالو وفيه 6 ديال البلايص فين كتحطي هكا حتى الزبده كونفيتور غسيل الزيتون، دير لي 50 اورو بالغطا ديالو. وكاين هذا ويجل، كاين هذا فيه 4 حتى هو بالغطا بحال هكا بالمعلقه. شوف المعلقه زوينه، شفتو دير لي 39 اورو ونص. كاين هاد الشكل عاوتاني حتى هويا، هذا ثقيل، هذا ديالو ثقيل شويه. هانتوما البنات، عاوتاني هادو كيسات ديال القهوة بلا سكر ولا اتاي، بحال هادوك الشاي اللي كيديروه السوريين ولا بحال هكا، كي هما كيحطوا شاي يعني ماشي بحال ديالنا. وهنايا بلا سكر ديري لي هادي 30 اورو، ثقيله شويه، 6 بالمعلقه ديالها. بلاطو ديالها حتى هو زوين من هنا فيها الرخام. عاوتاني هنا هاد لي طاس لتحت ديال القهوه دير ليهم 20 اورو. هاد الشكل حتى هو يا هاد الشكل، هذا 30 اورو. بنات حنا خدينا هذيك الثانيه اللي كانت
دابا غلفكين خديناها وغلفناها مهم حتى نمشي للدار الى حيت ليها الغساء غادي نوريها لكم. ودابا يا راجل بغي يزيد معها يعني جوج من هاد الصغارات اللي تحت بحال هادشي، هي كبيره الوسط والصغار تجي وحده من هاد الجنب وحده من هاد الجنب. صراحه انا ما عجبتنيش الفكره بزاف، انا قلت الحيط غادي يبان زعما شويه طرو شارجي، قلت زعما وحده غادي تجي هكا خفيفه وزوينه، ما عرفت الصراحه. وقلت انا وحده غادي تجيها مزيان احسن ما غادي يكونوا وحده كبيره وجو صغار. وما عندهم حتى البلاطويات، هادو سكيلات براريت عندهم هنايا، هانتوما الترموس كلشي كاين. البنات عاوتاني دزت من حدا واحد المحل هنا كيبيع الحلويات العربيه، يعني يمكن انا شكيت ان هادو غيكونوا ديال جزائري ولا توانسه حيت ماشي هاد النوع، ماشي ديال المغرب. ومهم كيبيعوا يعني الحبه حبه يمكن شي اورو نص الوحده. ثم البنات هذه واحد القيصاريه كاينه هنايا كتبيع داكشي الحوايج البلدي ديال العيالات ديال الرجال، قال لك ان استيك ايغال ان اوفيرت. بالنسبه للناس اللي باغي البلدي راهم دايرين بروموسيون هنايا، ها انتما كيبيعوا حتى لي فولار الباس البلدي الرجال. انتما المسك كون كتسمعوا القران مطلق القران طلايات، عاد تبارك الله ريحه المسك عاطيه. شوفوا هذا الشيء تكاسات، هما هاد الثمن راه ديال هاد الزيوف ماشي ديال هاد النقفاط. هانتوما البنات بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا كيبغيو البلدي، كنيدرات ثم قفيطنا ديال البنات الصغار حتى همايا اللي بغيتوها كاينه هنا اللي بغيتوها. هانتوما داكشي ثاني ديال السبوع، انتوا البنات الثمن ديال زمزم حتى هو كيبيعوه وكما عرفت الصراحه الثمن. ومن البنات هذا واحد المحل عاوتاني حتى هو كاين في هذا حدا القيصريه، هذيك القيصريه سميتها قيصريه زمزم كاينه في جيوتيير بالنسبه للبنات اللي انتريسي. المهم هذا واحد المحل حتى هو كاين في جيوتيير، حتى هو كيبيع هكا لي فولار، كيبيع السيكان، كيبيع الصبابط، المهم عنده داكشي تبارك الله غزال. وهذا محل ثاني البنات كيبيع داكشي ديال الفخار ديال الطين، كيبيع هادو كريبات ديال الماء، كيبيع الطواجن حتى هما، كيبيع القصاري ديال العود وديال الطين حتى همايا، هادوك الكيسان ديال الطين، كيبيع حتى هادوك ديال الطنجيه دوك اللي كدارو فيهم الطنجيه غير نسيت ما جديتش. وعندو البنات بزاف الانواع ديال الصابو البلدي حتى هو كاين بالنسبه للناس اللي كيحتاجوه يعني وما كيلقاوش. هنايا راه كاين عند هذا السيد، كاين عنده ديال الورد، كاين عنده ديال الياسمين، كاين عنده اي نوع بغيتو، المهم عنده بزاف الانواع. هادشي اللي قدرت نشد ليكم. المهم البنات حنا راه كنا دابا غاديين للدار سالينا يا صاحبتي ريم اللي كنعاود لكم عليها سوريا، عيطات ليا وقالت لي اجي دايره كسكسو وعيطت لي يمكن ما عرفتش يمكن اول مره غادي دير والله ما عرفت، وقالت لي راني درت بحسابكم وهذا اجي تاخذي حقك انت وراجلك. مهم حنا دابا جيت عندهم انا دابا في الزنقه غادي نمشي ناخذ الكسكسو. المهم البنات ها هو الكسكسو لقيت مسكيه جبتو للدار نيت حنا كان فينا الجوع تبارك الله عليها، جا لذيذ بزاف ورائع، واخا تبارك الله راها سوريه وسرعاتو الله يعطيها الصحه وكنقول لها شكرا من هذا المنبر. انتم شوفوا البنات من بعد ما علقناها ها هي كيف جات، هذا هو الشكل اللي خدينا معايا بيضه كامله موحاش يمكن واش كتبان لكم مزيان. المهم كيف قلت لكم راني محتاجه زعما الراي ديالكم باش تقولوا لي واش زعما نزيد هكا جوجات صغار وحده من هاد الجنب وحده من الجنب الاخر، يعني صغار كيف وريتكم يعني في المحل
هذوك اللي كانوا لتحت. الراجل صراحه هو اللي اقترح هذه الفكره، قال لي واش باش نزيدوا وحده من هذا الجنب وحده من هذا الجنب، ولكن انا صراحه ما عرفتش، انا قلت وحده هكا تبقى خفيفه تبقى زوينه. مهم تعطيونا الراي ديالكم وخليوا ليا في التعليق. ودابا غادي ندوزو البنات باش غادي نحضروا واحد الكوكيز اللي عندي معتمد وكيجي رائع بزاف، اللي غادي نحتاج ليه 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، جوج ديال البيضات، خماره ديال 7 غرام، ساشي ديال الفانيلا، كاس ديال سكر سنيده، قبصه ملح، وعندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني تقريبا هو الخليط على حساب العجين ولكن تقريبا 250 غرام. وعندي هاد الاشكال ديال الشوكولاته، يعني شوكولاته يعني لي بيبيت، وهذاك الشكلاط اللي مربع، وما نساوش ايضا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. المهم البنات دابا غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده اللي تكون لينه بحراره المطبخ، وغادي نخلطها مع كاس ديال السكر سنيده، غادي نخدمهم مزيان باليد ديالي حتى نحس بهم انهم يكونوا جانسو. وصراحه البنات انا هذا الفيديو راني صورته ملي كنت يلاه جيت من المغرب، غادي تبان لكم يدي باقا فيهم الحنه كنت ديك الساعات يلاه جيت ونسيت ما لحتوش، لانه كانوا عندي فيديوهات هكا ديال المغرب بزاف، وهذا دونك يعني تخلط لي مع الفيديوهات ونسيته. حتى البارح بغيت نديرو في الدار وعاد تفكرت راني ديجا مصوره وما ليحاش، وقلت صافي غادي نلوح لكم مع هاد الفيديو ديال الجوله في المحلات العربيه. اي ماشي مشكل، ان شاء الله غادي يعجبكم، راه كيجي رائع، كيجي هشيش صراحه، كيجي رطب بزاف، وحتى المذاق ديالو تيجي زوين. هنا من بعد ما خلطت الزبده وسكر سنيده مزيان، غادي نزيد عليهم ساشي ديال سكر فانيلا، وايضا قبصه ديال الملح، ما تكثروش بزاف غير شويه صافي، وغادي نخلطهم مزيان عاوتاني حتى يتجانسوا. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. صراحه انا الكاكاو اللي استعملت لونه ما كيجيش هكا يعني كحل، داك اللون ديال الشوكولا اللي بغيت صراحه كيف كتشوفوا يعني كيبان شويه باهت. الا كانت عندكم هكا نوعيه احسن ديال الكاكاو يعني استعملوه صافي. ودابا غادي نزيد عليهم جوج ديال البيضات هما يكونوا بالحراره ديال المطبخ صافي، ونخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسوا كيف كتشوفوا، ضروري تخلطو مزيان صافي. دابا غادي نزيد عليهم خماره ديال 7 غرام، انا عندي هاد الخماره فيها 15 غرام واستعملت غير النصف ديالها تقريبا 7.5، وهنايا غادي نبدا نزيد في الدقيق تدريجيا. كيف قلت لكم البنات انا استعملت يعني نورمالمون 250 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني راكم عارفين الدقيق على حسب النوعيه، تقدروا تحتاجوا اكثر تقدروا تحتاجوا اقل، دونك بقاو تزيدوا تدريجيا حتى تحسوا بالعجينه تجمعات، ما تزيدوش كلشي دقه واحده لا تجمع وتولي لكم قاسحه، خاصها تكون بحال هاد الشكل رطيبه. مهم انا استعملت هنا يعني استعملت 250 غرام ديال الدقيق وزدت واحد جوج معالقات ديال الدقيق الابيض، يعني ما جاتنيش هكا الحد في القدم، نتوما على حسب النوعيه اللي عندكم تقدر تجيكم 250 غرام يعني الحد في القدم صافي. دابا هنا غادي نبدا نشكل هكا كويرات، وغادي نزينو باللي بيبي ديال الشوكولا، تزيين صراحه كيبقى اختياري يعني نتوما واللي بغيتو، انا اختاريت انا نزينو بهاد لي بيبيت، وعندي واحد الطريفه ديال الشكلاط هكا كمربع مخلط، ممكن ديروا لي بيبي ديال شكلاط الكحل والبياض، ممكن تستعملوا غير نوع واحد للتزيين، ممكن يبقى نتوما على حساب الاختيار ديالكم. انا استعملت هادو كي قلت لكم، وعاد من بعد زدت واحد الحبيبات عندي هكا ملونين، زعما قلت نوع بها هكا باش كتغري الدراري الصغار باش ياكلوا لك هادشي، حيت الصراحه الدراري الصغار راه صعيبه معاهم باش يبغيو لك شي حاجه خصك يعني بصعوبه. مهم انا هنايا دابا غادي نكمل هاد التكوار ديال هاد العجين كامل اللي عندي صافي، وغادي ندخلو الفران على 200 درجه، غادي نشعل ليه غير لتحت وما تغفلوش عليها البنات بزاف في الفران، حيت الا عطيتوه طياب بزاف راه كيولي قاصح، دونك تقريبا 20-25 دقيقه. وشعلوا ليه الفوق فقط يعني واحد الدقيقه غير باش يتحمر شويه من الفوق فقط، يعني دقيقه ما تفوتوهاش. مهم هادو هما الكويرات اللي كنت قلت لكم زينتهم داك الحبيبات اللي ملونين هما هادو صافي. دابا كي قلت لكم غنديرها في الفران وردوا معاها البال، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو صراحه رائعين رطبين وهشاش، وحسن المذاق ديالهم كيجي رائع، ان شاء الله جربوهم وغادي يعجبوكم وردوا عليا.
مهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشجعوني، واللي ما دارش ابوني يديرها ويضغط على الجرس باش يبقى دائما يوصلوا الجديد. وما تنساوش بارطاجيو القناه ديالنا مع العائله ديالكم والاصدقاء باش تزيد تكبر القناه ديالنا. مهم هنا كنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم.